السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج أولادي جننوني. التنمر عند الأطفال موجود بشكل كبير وهيفضل موجود، رغم إن كل الناس بتتكلم عنه، الإعلام بيتكلم عنه والمؤسسات اللي هي مسؤولة عن الموضوع ده بتتكلم عنه، بس الطفل العادي لو حصل له تنمر هيقدر يتصرف، هيقدر يقول لوالده لوالدته، هيقدر يقول للمدرس للمدرسة، هيقدر ان هو يعبر عن اللي حصل له، ممكن يرد كمان على التنمر اللي حصل له ده، يقول له لا انا ما فيش كده، لا يقول له انت كده، يقول له لا انا ما عنديش المشكلة دي، يعني هيقدر ان هو يعني يتكلم مع الطفل التاني ده يقول له لا، يعني يقول له انا ما عنديش المشكلة اللي انت بتقولي عليها دي اللي هو بيتنمر عليه فيها. طيب لو التنمر ده حصل لطفل من ذوي الهمم هيكون رد فعله ايه؟ كل ده هنعرفه أكتر مع المهندسة سيدة الشربيني، متخصصة في علوم الهندسة الوراثية واستشاري في الاكتشاف والتشخيص المبكر للتأخر عند الأطفال من عمر يوم. أهلا وسهلا باشمهندسة. باشمهندسة، طبعا زي ما أنا كنت بقول في المقدمة كده إن الطفل العادي هيقدر إن هو يعني يقدر يرد عن نفسه، يعني هيبقى عنده برضه يقدر يرد عن نفسه يقول له لا أنا ما عنديش المشكلة والكلام ده، بس الطفل اللي هو ذوي الهمم يعني هو أصلا يعني مش ناقص، يعني هو عايز حد ياخد بإيده، مش عايز حد إن هو يتنمر عليه أصلا. فأنت حضرتك شايفة الموضوع ده إزاي؟ بص، أولا طبعا بشكركم جدا على اهتمامكم بالقضية دي، والتفصيلة دي كمان تفصيلة يعني بنتعرض لها كلنا، انا اقصد كلنا، انا بتكلم عن ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن التنمر او السخريه، لان احنا طبعا احنا غيرنا المسميات، هي اسمها سخريه، السخريه في الدين حرام، لا يسخر قوم من قوم، فطبعا دي ايه قرانيه صريحه ما فيهاش اي تاليف، يعني فدي سخريه. السخريه في حد ذاتها فيها حرمانيه كبيره جدا على اي حد بقى، يعني على حد رفيع تخين، لبسه وحش، شكله وحش، مناخيره كبيره قصير، يعني ايه عموما السخريه دي فيها حرمانيه كبيره. طب لما نيجي بقى لغايه اولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم، الموضوع اكبر وبالتالي يعني ذنبه اكبر، يعني واثاره النفسيه على الطفل ده كبيره طبعا، مش بس الطفل. هقول لحضرتك ان اثاره السلبيه على الاسره نفسها انت مش بتضر، يعني هو ما شاء الله الطفل ده ملاك، والطفل ده اصلا يعني بينه وبين ربنا كده يعني حاجه كده خاصه جدا جدا، بس اللي بيتاثر اكتر الاسره، الام والاب والاخوات، واحيانا بيعزلوا نفسهم تماما عن الاختلاط بالمجتمع، ان هم ينزلوا الطفل يروح النادي يروح اي عليه. مكان فلما نيجي بقى، لان انا مثلا ما اجي افكر، عشان انا مختصه قوي في حته ذوي الاحتياجات الخاصه، الاعاقات الذهنيه، ودول يعني مجموعه كبيره جدا من انواع الاعاقات موجوده فيها، ولكن لو قلنا عموم الاعاقات سواء الاقزام او الحركي او الصم او المقيم، التنمر اللي بيحصلهم بيخليهم عدوانيين، لان او السخريه منهم يعني بيخليهم ان هم يعني اجتماعياتهم قليله، حته ان هم يكونوا مختلطين بالناس مش عايزين، لان هو اصلا في الاساس يا باشمهندس هو اصلا يعني ممكن تكون اساسا هو تعامله اصلا قليل، فالموضوع التنمر ده يعني اعتقد ان هو هيزود الموضوع ده، بيزود العزله. واساسا جزء كبير من علاج ذوي الهمم هو اختلاطهم بالمجتمع، واسرتهم تقدر تنزل بيهم نادي، بيركبوا بيهم اتوبيس، بيسافروا بيهم في حته، يروحوا بحر، يروحوا سينما، فلو حسوا ان هم غير مرغوب فيهم في الاماكن دي، تاكد ان هم اولا بيبقوا نفسيا تعبانين جدا. الاسره نفس القصه، بيبدا حته الانعزال، لو حتى طفل عنده اعاقه بسيطه ممكن تزداد، يعني مثلا في بعض الاطفال عندهم مشاكل في الكلام، لو حصل سخريه منهم او تنمر عليهم بسبب ان هم متاخرين في الكلام او كلامهم قليل او مش فاهم، طريقه كلامه غير التاني، المشكله في بعض الولاد كتير جدا بسبب السخريه من اي حاجه يحصل لهم حاجه اسمها ستاترينج، التهتهه، بسبب ان هم ما عندهمش ثقه في نفسهم، كل ما بينزلوا حته يحصل سخريه منهم باي شكل بقى. حضرتك تقصدي ان هو ممكن يكون حالته في تحسن بسبب التنمر طبعًا. تسوء الحاله طبعا طبعا، لان اساسا التشجيع بيحسن من حالات ولادنا، يعني حتى في تدريباتنا في التدخل المبكر، ولادنا لما بنعمل لهم اي تدريب، حته التسقيف وبرافو والتحميس ليهم، ده من الحاجات الاساسيه اللي بتخليهم يتقدموا ويتحسنوا. دي في كل الاطفال عموما، كل الاطفال وذوي خاصه كمان، يعني بيكون محتاج اكبر دعم جدا اكبر، وبيدي اكتر كمان، لان هو بيشعر بقيمه اللي بي. يعني انا مثلا مش عارف اقول عايز اشرب مثلا، يعني فلما ابدا اعمل ولو اشاره الميه فيتعلمها، يعني فبيبقى التشجيع بقى وبرافو برافو عليك، حتة ان هو يقدر يطلب طلبات، فتخيل بقى حد بيسخر منه مش عارف يوصله معلومه، الموضوع ده بيرجع بيتخلي الطفل يرجع لورا كتير جدا. طب طفل ذوي الهمم يا باشمهندسه يعني ازاي يقدر يدافع عن نفسه؟
بص، هو في انواع كتيره من ذوي الهمم. في واحد يقدر يدافع عن نفسه فبيكون عدواني، فبيبان ان هو ابعده عنه بقى. ده هو يعني بص حضرتك، ما بيبانش الفعل، الطفل بيبان رد بيخاف الفعل. منه وما بيقربلوش تاني. لا هو بيبان رد الفعل. يعني مثلا هقول لك موقف مثلا حصل معايا انا. ابني كان هو صغير، انا ابني داون سيندروم، وكان هو عمره 3 سنين في حمام السباحه بيلعب زي بقيه الولاد عادي لوحده، لان بيدرب سباحه. وفي اولاد نورمال موجودين في الحمام. الولاد دول بقى انت عارف طبيعه الولاد، طب بيغرقوا بعض ويطلعوا فوق تحت بعض. وانا براقب ابني عشان بخاف عليه، والامهات موجودين جنبي. انا سمعتهم بيقولوا كده ابعدوا عن الولد ده، رغم ان هم كانوا ما في حصلش الميه منه حاجه خالص خالص. هو جاست ان هو باين عليه ان هو سبيشال نيد، فولادهم يعني عايز اقول لك كانوا اشقياء جدا في الميه. فده انا طبعا هنا انا كنت وقتها ام بس، انما لما بقيت ام مسؤوله فالموضوع عندي اختلف. طبعا حزنت جدا يوميها، ما بقتش اروح مكان فيه سباحه فيه اطفال طبيعيين، لاني مش عايزه حد يزعله انا، بس انا اللي زعلت اكتر. انما لما بقيت مسؤوله الموضوع اختلف. ذوي الخاصه بيختلفوا من واحد للتاني. يعني ممكن مثلا اخواتنا اولادنا الصم، لا دول لو حد اتنمر بيهم عندهم قوه كبيره جدا وبيدافعوا عن نفسهم، وممكن يدخلوا في دور العدوانيه، محدش يقرب منهم. اخواتي برضو ولادنا الاقزام دول ناس جميله ولذيذه جدا، بس طبعا هم يعني دول هيدافعوا عن نفسهم ازاي؟ ما في يعني هي يعني هدافعوا عن نفسهم، هم اصلا ناس طيبين بطبيعتهم. الحركي نفس القصه، هيدافعوا عن نفسهم ازاي؟ المكفوفين هيدافعوا عن نفسهم ازاي؟ نيجي للسبيشال نيد اللي هم الاعاقه الذهنيه، دول بقى بينقسموا اقسام كتير. منهم العدواني، وده لو حد مثلا يعني خد حاجته او اتريق عليه او زقه او اي حاجه هتلاقيه ان هو بيزداد عنف. في ناس منهم لا، لا حول ولا قوه. فهنا الدور مش علي، مش ليهم هم، الدور على الكوميونتي نفسه، على المجتمع، الاسره، الاخوات، المجتمع نفسه يبقى فاهم. وده طبعا موضوع مش، ما هو سهل يعني. طب يا باشمهندس، في يعني في مدرسين ساعات يعني بيكونوا هم سبب في اذى الاطفال ذوي الهمم، يعني بكلمه او بنظره او مثلا تعليق مثلا يعني غير مناسب. طب هل لازم المدرسين دول يكونوا متدربين، يعني متدربين كفايه ان هم يتعاملوا مع الاطفال ذوي الهمم؟ بص انا هعمل، انا دايما بحب لما بيحصل حوار في البرنامج او معاك مثلا، انت بتقول لي الجمله وانا افنطها بقى. اولا لو احنا قسمنا المدرسين او الاخصائيين، في مدرسين واخصائيين. المدرسين دول بيبقوا في المدارس الطبيعيه اللي مع الولاد الطبيعيين، ويبقى عندهم بعض الاطفال في الفصول عندهم تاخر. اكيد المدرسه عموما المفروض ان هي واخده كورساتها او دراستها في التربيه ان هي تتعامل مع الولاد. انما اذا حصل وكان موجود معاها حد سبيشال نيد او ذوي احتياجات خاصه او تاخر من اي نوع، لابد من تدريب المدرسات على النوعيه دي، كيفيه التعامل معاها. احيانا بعض المدرسات بتساعد وبتساهم ان الطفل تزداد حالته سوء لو طفل مثلا متاخر، بس هي مش عارفه انه ذوي احتياجات خاصه، هو عنده تاخر. أيوة. تاخر دراسي مثلا، مش شاطر في الحساب، مش شاطر في العربي، عنده تاخر بس هي متخيله انه بليد. فاللي بيحصل ان هي لما تهينه او تقلل منه قدام الفصل كله طبعا، يا اما يبقى عدواني، يا اما بيزداد تاخر ومش عايز ينزل المدرسه. فبالتالي هنا المفروض نرجع برضو للاسره، ان هي لو عندها ابن تعرف المدرسين، لا مش تعرف المدرسين، لو عندها ابن حصل ان هم المدرسات اشتكوا ان هو بطيء او عنده مش فاهم، ما تقولش ان هو شقي وبس او ان هو بليد وبس. تبدا تعمل الاختبارات اللازمه ان هي تتاكد منها ان ابنها فعلا مش بيتدلع، ان ابنها عنده تاخر. انا اقصد ان المفروض الاسره تعرف المدرسه. لما تعرف الام هتعرف المدرسه. بالظبط كده. وبالتالي في دور كمان للتربيه والتعليم. انت حضرتك تقصدي اصلا ممكن الام ما تكونش عارفه بالظبط. بس جات لها شكوى، الولد متاخر، ما بيتكلمش، شقي، ما بيرضاش يقعد على الكرسي بتاعه، بيتحرك كتير، بيشخبط في كراسته، ما مش مستوعب، مش شاطر، الديجري بتاعه ودرجاته كلها قليله. طب انا كأم وجالي جات لي الشكاوي دي، اضرب ولا اعنف ولا اشوف الاول ممكن يكون المشكله عنده مشكله دي ولا لا؟ عنده تاخر، عنده مشكله في النظر. يعني رؤيته للكتابه غير رؤيتنا ليها، ممكن يكون عنده فرط حركه ودي حاجه بره ارادته. يعني دي بتسبب السكريات الكتير والفرط الحركه يعني طاقه اوفرلود على الطفل نفسه، فتلاقيه بيتحرك كده بطريقه عشوائيه تسبب ازعاج للفصل والاطفال التانيين، فتلاقي المدرسه كسرت الشكوى منه او تتنمر، مش هقول تتنمر عليه، يعني تقل منه او تزعله قدام زمايله. طبعا ده بيأخر كتير جدا من حالته. بس لما الام تبقى عارفه ان ابنها عنده مشكله وتتدخل، بالتالي هتقدر توصل المعلومه للمدرسه بتاعته في الفصل بتاعه. ممكن يكون الفصل نفسه مش مناسب ليه دلوقتي،
يعني مش مناسب ان هو يبقى موجود فيه في الظروف ده، محتاج تعديل سلوك الاول، تنميه قدرات ومهارات، بعد كده يرجع تاني للفصل. طيب بالنسبه للاجزاء اللي حضرتك قلتي يعني هتقسميهم بالنسبه هقسمهم. للاخصائيين لو الاخصائيين بقى بيبقوا اصلا مدربين على كيفيه التعامل مع الولد دول، يعني فعلا ما بيحصلش اي نوع، انا ما شفتش اخصائيين نهائي بيشتغلوا مع ذوي الهمم بكافه انواعهم بيتنمروا عليهم، بيبقوا فاهمين طبيعتهم، فاهمين حالتهم النفسيه، فاهمين الكلمه اللي مش مفهومه للغير، فالاخصائيين بيبقوا خلاص هم بيشتغلوا مع ذوي الهمم. انما زي ما حضرتك قلت من شويه، المدرسين ومدارس الدمج اللي فيها اطفال من ذوي الهمم لابد من تدريب فريق العمل كله بلا استثناء، مش بس المدرسين، على كيفيه التعامل مع ذوي الهمم اللي في الفصول. واحنا كاسر المفروض نودي ولادنا من ذوي الهمم المدارس اللي فعلا عندهم قدره على التحصيل والتعليم. لان الفصل فيه 30 طفل مثلا، و30 طفل يعني بيقلبوها مهرجانات في الفصل. ايوه طبعا. ازاي المدرسه هتركز مع طفل سبيشال نيد اللي احنا بنشتغل معاه 1 باي 1؟ لازم تخاطب، تنميه، لازم مدرسه للولد في وسط الاطفال دول هيستفيد ايه؟ بس يبقى المسمى ان هو في وسط مدرسه. يعني ممكن حضرتك تقصدي ممكن يكون معاه مثلا شادو تيتشر او حاجه مثلا؟ ما هو حضرتك دي حاجات كلها فيري كوست ومكلفه. يعني لما تيجي ام تودي مع ابنها شادو تيتشر، الشادو بياخد مبالغ طائله لانه شادو مدرب. طب ما احنا في البدايات ولغايه ما نأهل ولادنا التأهيل الصحيح يبقوا في الاماكن المناسبه ليهم اللي متخصصه في، يعني واحد مريض هيروح مستشفى يتعالج، ده افضل كتير ليه. مش يبقى في وسط مكان، يعني زي بالظبط في ظروفنا الحاليه بتوع الكورونا او الكلام ده كله، ربنا يعافي كل مريض، بينعزلوا علشان ما يعدوش غيرهم، بيتعالجوا علاج مخصوص لغايه ما يتحسنوا، ده يختار نفس القصه. لا بس هنا الوضع هنا مختلف يا باشمهندس، هو الطفل هنا لا يعني من 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 اساس ان هو في تحسين حالته ان هو يختلط بالاولاد. بس هقول لك حاجه، انا هخلي ابني يختلط بالغير ازاي؟ الا لما يكون بيتكلم، او اتليست ان مفرداته انت فاهمها. لما يعالج الاول الطفل ابدا يعني مراحل علاجه الاول، يعني الطفل ده مراحل احسن حالته. يعني انا اكتشفت الاعاقه مثلا وهو بدري صغير، عملنا الشغل والتدخل المبكر، وعملنا بدايات الكلام والتطوير بتاعه السلوكي، تنميه القدرات، خلاص وصلنا 4 5 سنين، نعمل هنا اختبارات اللي تقول ده يصلح يدخل مدرسه ولا لا، يصلح يروح مدرسه دمج ولا لا. طب حضرتك مين اللي بيحدد كده؟ يعني المدرسه نفسها ولا المتخصص اللي بيعالجه؟ لا، المتخصصين والاخصائيين اللي بيعملوا اختبارات. ولما بيتعمل الاختبارات وفعلا بتقول لا ده ينفع يروح مدرسه، فيبدا نروح مدارس الدمج اللي هي الدوله محدداها دلوقتي. مدارس الدمج مش وحشه، ولكن لازم انا كأم، مش مساله ان انا عايزه اودي ابني مدرسه نورمال عشان اتخلص من وصمه ان هو ذوي احتياجات خاصه. طب انت من وجهه نظر حضرتك الافضل ايه؟ ان انا اوديه مدرسه خاصه بي، ولا ان انا اوديه مدرسه يعني مختلطه مع اطفال عاديين؟ كل طفل ليه حاله مستقل. يعني في اطفال مش هتنفع الا في مدارس خاصه بي. عشان هقول لك حاجه، الاماكن بتاعتها مناسبه، اللي هي الفصول، الديزاين بتاع المؤسسه نفسها او المركز بيبقى مناسب للاطفال دول، الاخصائيين مدربين ان هم يتعاملوا هنا امتى وازاي. يعني في الكتابه مثلا، لو احنا بنعلم الولاد في مرحله الاكاديمي، القلم اللي الولد الطبيعي بيمسكه غير الولد النورمال السبيتشال بيمسكه، ده بيبقى ايه الاختلاف؟ يعني الاختلاف في حجم القلم مثلا، عندهم مشاكل في الفاين موتورز. يعني فاحنا مثلا احنا عايزين نخليهم ما بيقدرش مثلا يمسك القلم كويس، فاحنا بنعمل احجام كبيره من الاقلام بحيث ان هم يقدروا يكنترول على القلم، يتحكم فيه كويس. وفي بدايات البري اكاديمي احنا الكتب بتاعتهم او كراريسهم تبقى فيها حاجات كتيره بنعلمهم الخطوط الطول، يعني اللي بنعلمه ليه في وقت كبير جدا غير الولد اللي في مدرسه في حضانه ليه ممكن ما يكونش محتاج انه يتعلمه. يعني انا امسك القلم هيمسكه مش محتاجه دلوقتي. فانا بقول ان هي كل مرحله ليها، وبعدين كل ليها يعني ليها ظروفها. يعني في ولد قوي محتاج يخش مركز او عند اخصائيين متخصصين في مراكز يتعلم ويتدرب كل السلوكيات بقى وكل الرعايه الذاتيه، اصل انا هودي مدرسه في دمج من 5 سنين ولد لسه ما قلعش البامبرز ازاي، او لسه ما بيمسكش قلم ازاي، او ما بيتكلمش ازاي. فبالتالي لو انا قدرت ان انا ااهله الاول لغايه 5 6 سنين مش قضيه، وبعد كده نبدا نشوف بالاي كيو بتاعه الصح ان يروح مدرسه دمج بتتناسب مع قدراته، ده طبعا شيء كويس جدا. طيب هل كل المدارس ممكن تقبل يعني حالات ذوي همم؟ لا طبعا. يعني في مدارس معينه، مدارس ومدارس. في مدارس ما بتقبلش، وفي مدارس الدوله عاملاها اسمها مدارس دمج. فمدارس الدمج دي بتقبل في، بس المشكله ان هم بيتحطوا في نفس الفصول. انا كان ليا راي في الحته دي،
لحاجات كتيره جدا حضرتك عشان ما يبقى نقصرش. فصل وفصل مثلا؟ اه يعني احنا هنعمل دمج بس مش لازم دمج دراسي، مش دمج كامل يعني، مش دمج مثلا كامل فصل وفصل بس في الفسحه مثلا يبقوا مع بعض شويه في الفسحه والارت يعني حصه الرسم حصه الموسيقى وفي الالعاب الالعاب في البريك كل ده هما مع بعض، زائد ان احنا قبل ما ندخل الولاد سبيشال نيد المدارس دول المفروض المدرسه كلها يتم تاهيلها سواء مدرسين سواء اولياء امور. ما في اولياء امور بترفض ان ابنها، يعني هقول لحضرتك برضو موقف تاني، ابني هو صغير خالص وديته مدرسه زي اخواته لغات ومدرسه ناشونال، فهو كيوت جدا ومؤدب جدا مش اي مشكله، وهو في كي جي 1 وليه امر دخلت قالت انا مش عايزه الولد ده هنا. طب هو ما هو من حقها يعني؟ ما هي هي ام بقى، ما في حضرتك بص دي ثقافه، في ثقافات كتيره احنا لسه ما زلنا مختلفين ولسه المفروض عندنا يبقى في توعيه بقى يعني للناس دي. ما هو دي بقى كانت ايه يعني، يعني ما فيش يعني المدرسه قالت يعني المدرسه قبلت بس الام امهات كتير قالت لا. فاللي بيحصل ان ده الكلام ده بكلمك من 23 من 20 سنه، انما في الوقت الحالي لا، موجودين في المدارس وفي كتير مدارس انترناشونال فاتحه عندها فصول للاطفال دول وبيتلقوا رعايه كامله، وحتى شغلهم ممكن يتقدموا فيه مع شادو او غير شادو بيشتغلوا يعني. طيب ده بالنسبه لجزء التعليم، بالنسبه بقى للحياه العاديه مثلا للخروج والكلام ده، لو مثلا من وجهه نظر حضرتك يعني شايفه ان لما يكون للاطفال ذوي الهمم يكون نادي خاص بيهم هيكونوا متفوقين رياضيا؟ يعني طبعا انا سكت شويه كده لان اكيد الدمج المجتمعي افيد كتير لولادي، بس لما انا اجي مثلا هدرب تدريب سباحه، تدريب سباحه ده ممكن مثلا فريق السباحه النورمال ولادنا مثلا 4 5 سنين في التدريب ممكن المدرب يدرب 20 طفل يقول له نفس الاوردر اعمل مثلا بدال اعمل بايديك، بس هيبقى الاوردر للطفل ولادنا مختلف. نيد لازم انديفيدوال يعني مدرب مع الطفل، فالموضوع بيحتاج شويه ايه تفرد، بيبقى بصعوبه طبعا ان انا مش بس انا مش عايزه اقول نادي كامل لذوي الاحتياجات الخاصه، انا عايزه اقول خدمات النوادي نفسها يبقى فيها خدمات في سيشن خاص مثلا ليهم مدربين متخصصين في موجود في مصر على فكره الكلام ده، في نوادي كتير في مصر عندها السيشن بتاع الزاويه الخاصه بالمدربين، هو بيبقى فيري كوست بيبقى تكلفته اكتر من التانيين لان العدد بيكون اقل مثلا. طبعا الوقت اطول. طب هو فردي ليه يعني؟ هو مثلا لو المدرب معايا اكتر من طفل يعني ما ينفعش برضه؟ في خطوره على الولد يعني الولد نفسه ازاي انت تنزله ميه وهو سبيشال نيد ممكن يتعرض لاي نوبه يتعرض لاي نوبه كهرباء، لسه لازم يكون معاه حد. لما بيبقوا كويسين بقى وخلاص يتخطوا مراحل التدريب هم بياخدين بطولات على مستوى العالم، ممكن بقى يبقى مع اطفال تانية عادي، مع اطفال تانية عادي وبيخشوا بطولات وبيكسبوا يعني ما فيش اي مشكله في بقيه الالعاب كلها يعني، برضو هم عالميا ليهم مجموعه من الالعاب اللي بيلعبوها، ما ينفعش العاب عنيفه يعني ما العاب، ولكن دلوقتي في بعض اولياء الامور كسروا القاعده دي وبداوا يلعبوهم كاراتيه تايكوندو خلاص الكاتا والكلام ده. صح ولا غلط؟ هو مش غلط بعض الاطفال، انما في مثلا بعض الحالات مثلا مختلفه يعني لان في حالات عندهم فرط حركه وعنف لو جيت تلعبهم العاب هتزودها عنده اكتر دي كارثه، انما في اطفال تانية لا محتاجين الـ 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 التدريب الرياضي نفسه بيعدل جسمهم بيعدل حركات ايديهم بيزود مهاراتهم وثقتهم بنفسهم. طيب اللي يحدد بقى الطفل ده يلعب لعبه ايه، المدرب نفسه ولا المتخصص اللي بيعالج الطفل؟ كلنا الاخصائي والمدرب والاب والام. الاب رغبته ان ابنه يبقى بطل العالم في السباحه بطل العالم في السله يبقى احسن ولاعيب يبقى احسن حد يبقى دكتور هاي. انما الاخصائي بيبقى شايف الاصلح للطفل والمدرب شايف الاصلح انا هجيب نتيجه ولا لا، لان اي مدرب عايز ينجح وعايز يجيب نتيجه وعايز يجيب بطولات صح. فلو في طفل نزل مثلا تدريب او رياضه ما وما حققش كده بيأخر مدرب، ان الاهالي دايما والمجتمع بيلقي باللوم على الاخصائي والمدرب ما بيلقيش باللوم على الاسره، يعني الاخصائي ما اشتغلش كويس الولد ما اتكلمش ليه، ده عندكم بقاله شهرين ثلاثه وما اتكلمش يبقى انتوا اكيد عندكم عيب، فانا عايزه انجح وعايزه اكيد ابني الولد ده يتكلم ويتحرك ويتعلم، فببذل مجهود كبير. لما بتيجي حالات شديده الاعاقه انا مش هقدر ان انا اشتغل معاه، بقول انا مش هقدر اشتغل معاه. يعني حضرتك تقصدي ان هو الدمج مع المدرب مع المتخصص يقدروا يحددوا حاله طبعا الطفل واحتياجاته كمان. تمام. طب بما ان حضرتك يعني ليكي ولد من اطفال ذوي الهمم، حضرتك طبعا يعني تعرفي تعبري عن الامهات الثانيه، يعني حضرتك قاعده دلوقتي معانا تقدري تعبري عن الامهات الثانيه وتحسي يعني بالتعب والمجهود اللي هم بيحسوا بيه، حضرتك يعني بتتصرفي ازاي لما ابن حضرتك يحكي لك ان هو مثلا اتعرض للتنمر او مثلا بتعلميه ان هو يعمل ايه في
في الحالة دي لو اتعرض للتنمر يعني حضرتك بتحس بإيه وبتقولي له إيه؟ هو لما بيحكي طبعا اكيد انا بزعل في المقام في الاول انا بزعل جدا، بس كل واحد في الاسره ليه رد فعل، يعني والده ممكن يغضب، اخوه ممكن ينفعل انفعال شديد، انا بزعل بزعل بس ببقى ليا ايه ردي انا، ان انا اولا يعني بروح للاشخاص اللي عملوا كده، ده بتحصل كتير يعني، واتكلم معاهم، لان الموضوع ما بقاش ابني بس، يعني ابني لما بيقدر يحكي وبيقول لي مثلا ده فلان قال لي كذا وفلان ضايقني، فبقول له ليه انت عملت ايه؟ لا ما تعمل، لو عملت حاجه ما تعملهاش تاني ما ينفعش، لا انا هكلمه واخليه مثلا اعمل حوار بينهم الاثنين، اقرب المسافات. انما هقول لحضرتك برضو على السكيل الاوسع، خرجت من ابني وعملت مثلا مكان، احنا كنا بيحصل التنمر علينا في المكان اللي احنا فيه، مكان كبير جدا وجنبنا مدارس نورمال، كان الولاد الطبيعيين بيحدفونا، يعني احنا قاعدين في الجاردن في مكانكم في مكاننا، السور منخفض شويه فالطوب يجي على دماغي كده وحاجه لطيفه قوي. فلو انا كنت يعني مش مسؤوله ومجرد ان انا ام وهتعصب وكلام ده كله، كنت اتخذت اجراءات تانية. ولكن اللي عملته ايه، اتنقلت بالفنيين بتوعي ورحنا المدرسه، قابلنا الاداره وقلنا احنا عايزين نعمل توعيه المدرسه، وكل المدرسه بقى عملنا محاضره ان عندها خاصه، ده ممكن يبقى اخوك ممكن يبقى قريبك وده محتاج ليك جدا جدا ويفضل محتاج لك على طول يعني، ونعمل زيارات. وخدت الموضوع ده ان انا نزلت جميع المدارس في المحافظه. وبيجيب نتيجه؟ اه طبعا اه طبعا، هم كان عندهم بقى دلوقتي رغبه ان يجوا لنا، لان هم لقوهم ان هم لا دول لطاف ومش عدوانيين وبيعملوا عندهم مهارات مختلفه. ومثلا لقيت ولاد مره شافهم في حفله من الحفلات قال لي طنط انا عايز اجي لك المركز، وعمره 10 سنين، قلت له هتعرف تيجي لوحدك؟ قال لي اه. جاب مجموعه من اصحابه وجه وجاب لهم شويه يزورهم يعني؟ زارهم بعد من الاول استوقفوا دول بيعملوا ايه؟ ايه الاغاني اللي بيقدموها دي؟ هم عاملين كده ليه؟ بالذات الداون سيندروم ملفتين النظر عشان شكلهم كلهم شكلهم زي بعض. وفعلا جه قضى يوم كامل مع الولاد ونقل الكلام ده لزمايله وجم تاني زارونا. فانا خدت بقى على عاتقي حته التوعيه، ان نزلت المدارس اتكلمت عن ذوي الهمم بكافه اشكالهم، مش كلام، لان انا مش بحب الكلام بس الاورال كده، انا بحب اشوف اوريهم فيديوهات قبل وبعد، وان الطفل ده بعد ما اتعامل مع الشغل ده حصل له كذا، وفي نفس الوقت اولادنا يكونوا موجودين بيتعاملوا طبيعي جدا. فده قوى ثقه يعني، خلى اولادي ثقتهم زادت في نفسهم، زائد ان المجتمع عارفهم وعارف ان 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 ممكن ان هم يبقوا زيهم زيهم، مفيش اي مشكله خالص. طيب ايه اكتر تحدي حضرتك واجهتيه مع طفل حضرتك؟ مع اسماعيل يعني؟ يعني بص، اولا التحدي الاكبر في مع اسماعيل ابني هو ارتباطه الشديد جدا جدا بالمدينه اللي هو ساكن فيها. يعني هو ما عندوش رغبه في التغيير، يعني هو يروح، ما عندوش رغبه يروح مكان تاني مثلا، لا خالص، دي اكبر حاجه كلها يعني منها ده، لان هو يمكن دي غلطتي، لان انا في الاول كنت حابه اعمله كوميونتي، ان هو لما ينزل فرضا يعني ان هو صغير هيتوه مثلا، فالناس كلها تبقى عارفاه بحيث ان انا ابقى مطمنه عليه. لما بعد ما عملت الكلام ده، اولا بقى شخصيه مشهوره جدا في البلد، الناس كلها عارفاه، محبوب، وبعدين هو بيحب الشو، لان الداون سيندروم بيحبوا الشو، هم حلوين، وهو كمان فريق رئيس فريق فني، فبيعملوا حفلات وفقرات قدام شخصيات كتيره، فالتشجيع زي ما بقول لك من شويه ده مخليهم حاسين ان هم عندهم، لا احنا يعني انا اسماعيل يعني. فخلاص انا هروح ليه؟ انا هسافر ليه القاهره ولا هقعد هسافر اسكندريه؟ هسافر في اي حته ليه؟ انا هنا دي في بلدي. مبسوط؟ مبسوط ومرتاح كده، ومؤيدنا احنا كلنا بقى خلاص، مش عايز ان هو يتحرك من الدايره المغلقه بتاعته دي خالص. دي من اكبر الحاجات اللي مضايقاني، لان الامر وارد، انا محتاجه اسافر، محتاجه اسافر بره، مش بيحب الكلام ده خالص. انما خلاف كده، لان انا ماشيه معاه من هو مولود، في كل مراحل حياته الدنيا كانت ماشيه كويس قوي، مش كويس بسهله بسهوله، كويس عشان احنا اتحركنا بسرعه، تدخلنا بسرعه مع اخصائيين ودكاتره كبار في مصر، وده ممكن يرجع لخبره حضرتك في المجال. ما كانتش خبرتي انا، انا خبرتي كانت بدايه من ابني، كان ما كانش يعني قبله يعني، لا خالص، انا دراستي وقعدت في البيت فبدات ان انا لما جالي اسماعيل بدات اعيد تاني دراستي واخد كورسات تاني، لان الموضوع ده موضوع صعب جدا يعني، ذوي الهمم او ذوي خاصه بالذات الاعاقات الذهنيه، الامر بتاعها مش سهل، والعبء النفسي والقلق المستمر عليهم مستمر يعني. يعني ذوي الخاصة هي مش هتنتهي مهما علمناهم ومهما دربناهم، مش هتنتهي، ان هم دايما محتاجين للأسرة والمجتمع يهتم بيهم، انت تخاف عليهم ان هم يروح في اي حتة في خطورة عليهم، في خطورة من الولاد يعني. في ناس لسه لما عرفوا ان انا هاجي عند حضرتك ونتكلم عن التنمر، وناس يعني عقلهم سليم بس عندهم اعاقه حركيه، اتعرضوا للايذاء من ناس طبيعيين واهانه وضرب، والموضوع في قبل بيس،
فطبعا مؤذي نفسيا جدا. تخيل بقى انا ابني، وبنشوف كتير فيديوهات الناس بتاخد الولاد الداون سيندروم تعليم سجاير، يضربوهم، يعرضوهم مثلا للايذاء من خلال كلب. الكلام دي فيديوهات بنشوفها، احنا شفنا الحاجات دي فعلا. فطبعا انت متخيل مدى اكبر حاجه بتقلقني، انا دايما قلقانه عليه، دايما خايفه عليه من الاخرين. وفي نفس الوقت كمان مش انا بس، اي ام، اي ام، اي ام بتبقى قلقانه وقت هي اي ام عندها ابن طبيعي بتبقى خايفه عليه، بس هي مصيبه يعني. ما بال حضرتك بقى. بالظبط كده. يمكن قلقنا على ولادنا او كلنا كامهات مشتركين في الحكايه دي، احنا ومش موجودين دول هيعملوا ايه؟ على قد ما بنقدر بنحاول نعلمهم الاعتماد على الذات، ان هم ما يكونوش عالة على اخرين، ان هم سلوكياتهم تبقى كويسه، عشان لما نتركهم وهم الناس اخواتهم او يعني الناس اللي هنسيبها ليهم ما ينفروش منهم. فالتحدي يعني جايز عشان انا يعني دخلت في الموضوع بقوه، فكل صعوبات كانت بتقابلني كنت بقدر ان انا اوجد لها حل. ايوه، لان الموضوع ما بقاش على اسماعيل، بقى كبير يعني، بقى على كل الاطفال بقى اللي عند حضرتك. طب من وجهه نظر حضرتك يعني ايه المهارات اللي الطفل ذوي الهمم ممكن ان هو يعني محتاج ان هو يكتسبها عشان يكون قادر ان هو يعني يواجه المجتمع ويواجه اي حد يتنمر عليه وكده؟ هو طبعا بص، ذوي الهمم محتاج يعني، عشان لما بتكلم دايما بتكلم عن الاعاقه الذهنيه، انما لو هي انواع كتير طبعا. الاربعه التانيين بيقدروا يتعاملوا ويتعايشوا وفاهمين وبيتجوزوا بيكونوا اسر، انما الاعاقه الذهنيه احنا بنتكلم على حد تماما احنا مسؤولين عنه. بس ده يخلينا ان احنا عشان نقدر، مش مساله يواجه المجتمع، اولا لازم يتعلم كويس، لازم يتدرب كويس، مش تعليم اقصد بيه دراسه. يعني لازم يتم التدريب وتاهيله كويس من كل حاجه، الرعايه الذاتيه، ازاي ياكل نفسه، ازاي ينظف نفسه، ازاي يلبس، ازاي يتكلم ويعبر عن احتياجاته، ازاي بنيجي في وقت معين لو هو قدراته العقليه مش عاليه، نعلمه ابسط الحاجات الخاصه بالاستعمال النقود عشان يقدر يتعامل، يتعلم حرفه او مهنه، لان هم سلام جسمانيا يعني، فيتعلم حرفه تساعده ان هو يتعامل مع الاخرين. الدمج المجتمعي مهم جدا جدا، لان ده بيقلل خوف الطفل ده من الاختلاط، يعني بينتج اكتر يعني. فان انا اعلمه واهله ويبقى نظيف، ولما انزله المجتمع وحضرتك تشوفه تلاقيه كده جميل ونظيف وشيك وشكله حلو، هتحب تتعامل معاه. صح، مش هتخاف منه. ومش هتخاف منه. ومش هتخاف انه يقرب منك يضربك، ومش هتخاف ان هو يشد هدومك، فدي كلها تعديل سلوك. فلما بنأهل الطفل وندربه كويس مع الناس المتخصصه، بنبدا ان هو ونخلطه في المجتمع من خلال الرحلات ومن خلال الحفلات ومن خلال الزيارات المتبادله بين المؤسسات وبعضها، ده بيفرق كتير جدا في حاله الطفل وفي اختلاطه بالاخرين. طب حضرتك كنت بتقولي يعلمه حرف، يعني زي ايه اصل؟ لان في حرف معينه طبعا اكيد ما تنفعش للاطفال. لا بص حضرتك، هم طبعا بيقدروا يعني ايه الممنوع جداً. وايه اللي ممكن ان انا اعلمه؟ خليني اقول ان كل ما هو خطر ممنوع، يعني مثلا ورش النجاره بكافه انواعها فيها خطور عليه. انما لما تيجي تتكلم مثلا على اسلحه يعني مثلا حاده والكلام ده كده، بس بنعمل الحاجات البسيطه لان احنا عندنا ورش، بنعمل الحاجات اللي فيها شغل يدوي بسيط. انما هم بيشتغلوا على الانوال، بيعملوا نتيج حلو جدا، السجاجيد والكليمه والكلام ده، بيعملوا الاكسسوارات بكافه اشكالها، بيقدروا يعملوا الجلود يعني الشنط والحاجات ديت من خلال اعاده التدوير، بيقدروا يعملوا فازات وبيعملوا تابلوهات، بيعملوا ده الشغل اليدوي. زائد الخياطه والتفصيل، زائد ان هم يقدروا يقفوا في مكتبه تصوير مستندات، احنا عندنا، انا بكلم حاجه عن واقع، يقدروا يعملوا كل اي حد يعني اي حد يعمله يقدر يعملوه، من بدايه من التصوير، التغليف، كل حاجه خاصه في مكتبه التصوير والمستندات يقدروا يعملوها طالما اتدربوا عليها. ففي مهن كتيره جدا، التغليف، التعبئه، يعني اعمال السكرتاريه كلها، كل ده يقدروا يعملوه. فلما باجي نعلمهم وندربهم على الحاجات دي فعلا بيدوا، احنا معينين عندنا اكتر من حد من ولادنا يعني اتدرب وبيشتغل، اتدرب وخلص وبيشتغل، وبدل ما بقى كان بيدفع مصروفات بقى وياخد مرتب بياخد فلوس. وده امر بقى عمل له نوع من التشجيع كبير جدا وخلاه حريص جدا. بالمناسبه تشغيل ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الذهنيه بالاخص اللي بعد تدريبهم، هم اولا في ناس كتير بتفضل شغلهم معاهم لان هم اكثر التزاما من نورمال، حرصهم على العمل حرص مش طبيعي، ادائهم كويس جدا، مشاكلهم بسيطه، فبالتالي الناس اللي جربت تشتغل معاهم ذوي الهمم لقوا ان هم شغلهم معاهم احسن كتير من حد
نورمال بيجي يشتغل مش ملتزم، عايز يغيب، ان خد مرتبه يكسل شويه، هم سعداء بالعمل بتاعهم. التنمر يا باشمهندسه يعني لو يعني بيختلف مثلا من ولد او بنت ذوي همه؟ اه طبعا صعوبه على البنت اكتر، لان البنت ليه ممكن بقى؟ تتعرض للتحرش، يعني مش بس تنمر وتحرش كمان، وده بيحصل يعني في بعض النفوس مريضه، وده بنشوفها. احنا بنتكلم عن اواضي موجوده في المجتمع مع النورمال، تخيل بقى مع السبيشال كمان. فوجود البنات ذوي خاصه للاسف شديد محتاجين رعايه اكتر، ومحتاجين حرص عليهم اكتر، لان بيتعرضوا من خلال الناس وتعاملهم على خير للتنمر والتحرش. لو بنت مليانه شويه، لو بنت مش فاهمه شويه، الموضوع بيبقى صعب جدا. هو الموضوع محتاج توعيه توعيه انا لسه السؤال اللي جاي كنت اقول لحضرتك، يعني ازاي احنا كمجتمع واعلام يعني نعمل حملات توعيه نساعد بيها ان احنا نقرب المسافات مثلا بين المجتمع وطريقه تعامله مع الاطفال ذوي الهمم. اولا انا ما بيعجبنيش التسويق لذوي الهمم بالطريقه اللي بيتم ان هم يعني ايه، بمعنى ان هم على كراسي متحركه، او الحالات الصعبه اللي هي يعني تثير شفقتك، ان هم بس ابطال في الرياضه. لا، احنا عايزين نتكلم عن الحالات كلها، يعني ان هم الحالات الحلوه. انا عجباني جدا طبعا البنوته المذيعه وابطال السباحه، دول على فكره امثله كويسه جدا، والمعيد اللي في الكليه امثله كويسه جدا. بس احنا دول كلهم داون سيندروم، احنا عايزين نتكلم سامي على الفئات التانية. في فئات تانية طبعا كتير، وعايزين نتكلم عن احتياجاتهم لينا. ما هو انا لما احملك مسؤوليه معايا، ان انت اللي هو بقى ايه، التوعيه المجتمعيه، واللي في ناس المشاركه المجتمعيه، طلبه الجامعه المفروض ان هم يزوروا الاماكن ديت ويتعلموا اللي هو جزء تطوعي، ان هم يقضوا يوم في اماكن زي دي يخدموا الاولاد دول، يساعدوهم، يتكلموا معاهم، يتواصلوا معاهم، بتقرب المسافات. وهم بيوصلوا ما يرجعوا جامعتهم بيتكلموا بقى ان احنا شفنا اولاد دول، يبداوا انا بكلم برضو عن واقع، يجيبوا زمايلهم يزوروا المكان، وهكذا المدارس. لان انت مشكلتك مش في الكبار، أيه. احنا مشكله التنمر ما بيجيش من الكبار قوي، التنمر بيجي من الكبير، ابتدائي. بيكون عنده خبره في الحياه وفاهم حاجه زي كده، واكيد انما مش هيتنمر على طفل ابتدائي واعدادي هم مشكلتنا الاساسيه. طيب يا باشمهندسه، طبعا هي يعني للاسف وقت حلقتنا انتهى، ففي نهايه حلقتنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندسه سيده شربيني، متخصصه في علوم الهندسه الوراثيه، واستشاري في الاكتشاف والتشخيص والتدخل المبكر للتاخر عند الاطفال من عمر يوم. شرفتينا يا باشمهندسه. شكرا لكم. وفي نهاية حلقتنا نشكركم مشاهدينا الكرام، وعلى وعد بلقاء آخر وحلقة جديدة وبرنامج أولادي جننوني.